إذن بالعودة إلى ضيفنا من بيروت الكاتب الصحفي إبراهيم ريحان، كما قلت إبراهيم يعني نتحدث عن عدة انفجارات، ولكن فيما يبدو بالصور التي نراها الآن هو استهداف لسيارة وليس لأي من المباني المجاورة، يعني الصور تتضح أكثر فأكثر، وعلى ما يبدو السيارة هي التي استمرت بالانفجار وليس أي يعني أي موقع ضمن المباني المحيطة. أعتقد هذا ما هو بات الآن متداول أكثر، صحيح؟ نعم، بتنا اليوم الآن بعد هذا الخبر بتنا أمام خرابيتين. هناك بيتحدث عن انفجارات متكررة من السيارة، فهذا إما يؤشر إلى عملية اغتيال وإما استهداف سيارة محملة بالذخائر، لكن حتى الساعة ننتظر جلاء الصورة أكثر. بدأت تتضح الصورة بعد طبيعة الاستهداف أنه استهدفت سيارة، وهي من المرات النادرة التي يستهدف فيها قلب العاصمة بيروت الذي لا يستهدف عادة إلا لعمليات الاغتيال، كما حصل اليوم مع محمد عفيف وقبله مع غارة الكولا وغارة ومحاولة استهداف رفيق صفا في رأس النبع والبسطة. فبالتالي حين نسمع غارة في بيروت ولا يكون هناك أي إنذار مسبق، فهذا حتما يعني أنه عملية اغتيال. فحتى الساعة يعني ترجح أن تكون عملية اغتيال، لكن لم تنشح معلومات حول طبيعة الشخصية المستهدفة، إن كانت تنتمي لحزب الله أو للجماعة الإسلامية، كون تلك المنطقة كما كنا نتحدث يتداخل فيها النفوذ بين الجماعتين. فعليا يعني حتى اتضاح الصورة، نحن أكيد لا نريد أن نتحدث عن أي فرضيات، بس يعني اليوم نتحدث عن استهداف ثاني للعاصمة بيروت. أكيد عندما نتحدث عن استهدافات من هذا النوع لا يكون هناك أي تحذيرات أو إنذارات بالإخلاء. ما دلالة استمرار الاستهدافات لبيروت؟ هل يعني هناك تطور ما، خاصة أنتم يعني أنت موجود بلبنان تتابعونه، هل تعتبرون أنه اليوم المشهد يختلف عن سابقاته؟ هل نتحدث عن مرحلة جديدة أو ماذا؟ نعم، هي المشهد طبعا مختلف عما جرت عليه العادة في الاستهدافات. يعني الاستهدافات عادة تكون في الضاحية الجنوبية في البقاع في الجنوب، تتركز هناك في الاستهدافات، لكن حتى الساعة يبدو أن هناك مرحلة جديدة. لا نعلم إلى أي أفق سيذهب الجانب الإسرائيلي فيها، لكن ما يلمس حتى الساعة أنه يذهب نحو تركيز الاغتيالات على مستوى مختلف من الاغتيالات السابقة، خصوصا أن الاغتيالات التي كانت تستهدف قيادات حزب الله مثلا كانت تستهدف القيادات العسكرية وأمينه العام الذي يعتبر من الهيكلية العسكرية هو وهاشم صفي الدين. اليوم انتقلت الاغتيالات إلى مرحلة أخرى بعد استهداف مسؤول علاقات إعلامية محمد عفيف، والذي بحسب معلومات لم يكن يتخذ إجراءات أمنية مشددة. واليوم يعني نقول نستطيع القول أننا في مرحلة جديدة، نعم، لكن طبيعة الاستهداف الذي حصل في مار الياس حين تتضح صورته أكثر وأكثر، عندها نستطيع أن نتحدث عن المرحلة التي بدأنا بها. هل هي مرحلة وعدت باختيار محمد عفيف، أو هناك استهداف للشخصيات من المستوى السياسي والإعلامي لحزب الله؟ فقط خلال دقائق قليلة أعتقد أن الصورة ستتضح لجهة طبيعة الهدف الذي استهدف بأربعة صواريخ، وحين نتحدث عن أربعة صواريخ يعني أن هناك إصرارا على أن لا يخرج الهدف حيا، إن كان شخصية أو إن كان لم يكن شخصية، أن يدمر الهدف بشكل كامل.